ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. بل في الحديث الآخر: مرة صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد درجة فقال آمين، ثم ثالثة قال آمين. استعجب الصحابة فسألوه، فقال: أتاني جبريل آنفا فقال لي: من أدرك أبويه أو أحدهما على الكبر فلم يدخله الله الجنة فأبعده الله قل آمين، قلت آمين. قال: ومن أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. نعم، هذا حرمان، حرمان عظيم، أن يدخل شهر الخيرات وشهر الرحمات وشهر الرضوان وشهر الغفران وشهر العتق من النيران ويمضي المرء على ما هو عليه في عصيانه وبعده من طاعة الرحمن جل في علاه إلى أن يخرج الشهر وهو على هذه الحال. ولهذا يجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من النفس الأمارة بالسوء ومن قرناء السوء ومن أجهزة السوء، يحذر منها في رمضان وفي غيره، لكن الأمر في رمضان أعظم. ولهذا يقال: إن لم تتحرك النفس في رمضان توبة وإنابة وطلبا للغفران مع هذه الخيرات العظيمة والبركات العميمة التي جعلها الله في رمضان، فمتى عساها أن تتحرك؟ وإذا لم يقبل على الله تائبا في رمضان، متى عساه أن يتوب؟ وإذا كانت نفس المرء فيها تلدن وفيها حرون وانصراف عن طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان، متى عساها أن تفتك من ذلك وأن تخلص منه؟